وإن يريدوا أن يخدعوك أرادوا المكر بك ونقض عهدك ومخادعتك والكذب عليك، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كما يقول في الآية: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أنت تجري على العناية منا والملاطفة والتأييد والنصرة، لا نسلمك ولا نسلم من يصدق في اتباعك. قل لهم فلينتهجوا نهجك، أنا الذي راعيتك في أحوالك كلها، كيف نشأت وكيف كبرت وكيف عُملت وكيف دفعت الأسوء عنك وكيف جاءتك الرسالة وكيف قمت بالتكليف للعالمين. فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره، هو الذي أيدك بنصره فيما مر من عمرك إلى ساعتك هذه. أتحسب أنه يخذلك بعد اليوم؟ أنت وكل من صدق في اتباعك في كل زمان وفي كل مكان داخلون تحت عناية هذا الإله الحي القيوم جل جلاله. وإن نالكم ما نالكم من أذى أو ضر فهو محسوب لكم لا عليكم. إن تصبك حسنة تسوهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرهم قبل ويتولهم فرح. قل لهم: أنا عندي مبدأ واعتقاد ونظر في المسار وفي الشعور أمضي عليهم من على بينة من عند ربي. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله. حتى ما قال علينا، قال كتب لنا. يعني هذا الذي تظنونه علي حسابه ونتيجته ونهايته لي، أنا الرابح فيه لا أنتم. إن آذيتم المستضعفين بمكة من أصحابي ممن آمن به فإن الحساب هذا لي ولهم. بل الأعجب من ذلك أن الله يؤخر عنكم العذاب ما داموا بينكم، ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ثم تكون الغلبة لهم لا لكم. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. لكن بعد صبري محمد،